السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيفكم دايرين شيات؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم شيات كما راكم تشوفوا دوارة، أنا دوارة ماغاديش نطيبها مرقة دوارة بالحمص، ولا غادي نديرها لكم عصبان. واحد الأخت كل خرا مسكين ترسل لي دين العصبان كما تاع المحلة دين العصبان، قلتلها إن شاء الله دوارة ماكم عارفين الدوارة ماشي كل يوم في البوشين، نهار بنهار دي فوا يومين. كومونديت عليها اللي جابها البارح، جبتها البارح نقيتها غسلتها غاية الغاية بالماء طابخ. شوفوا انا مشيتش بزاف باسكو انا ما عندناش بزاف غير انا وبنتي، شريت غير كيلو تاع الدوار. ولا تبغي تكثر تشي زوج كيلو، ولا كوم عارفين الدوار يعطيك شويه شعي كثر لك الشحم والريه، ولا خو كش يعطيك شويه. انا جبت غير كيلو بزاف عليا، نقيتها هنا البارح عمر هنا شويه تاع الشحم شويه تاع الريه وشويه بصارينا ما عارفين الكرشه على هنايا، نقيتها غايه عصرت لها شويه تاع لين باش تروح لهذيك الريحه راكم عارفين تاع الكرشه، درت لها شويه ملح. دوك نزيد نغسلها غايه العشاء، انا مساء من الصباح راني دايرت لها كيما هكا. دوك نزيد نشري لها غايه وندي نبل نطيبها في الكيكوطه، ما نقطعهاش كيما هكا، نديرها ندير لها شويه ماء شويه حرو شويه زعفران ولا كركم ونبلع عليها. دوك انا شيلت نشري لها مليح نديرها طيب ليها غير كيما هكا، ماش ما تقطعوها ما والو، سو غادي نطحنها في العشوار. دوك ندي نغسلها ونطيبها في كيكوطه ونرجع باش نكملوا الوصفه الثانيه، نكملوا الوصفه عفوا. انا شوفوا خواتي هذه راني درت لها هنايا الماء كما ما عطيتكمش المقدار تاع الماء، درت لها زوج كيسان تاع الماء، بقاش هذاك الماء نسحقوا هذاك الماء على قولتكم غسلوه غايه الغايه، غسلوه مليح هذاك الماء ما نقيسهش باش نزيد كما نقولوا نطيب به العصبان اللي نديرها في الكوشه. هذه زوج كيسان دوك ندير لها الحرور وشويه زعفران ولا كركم ونبلع عليها. هذه مهم غسلوها غايه الدواره، اش كديروا لهذاك الليمون كيما نقول الملح تروح لها كاع ديك الريحه هذيك اللي مشي مليحه تاع كرشاكم عارفين هذيك الريحه ما كاش لي يبغيها. صافي خواتاتي راني وجدت لي زانغريديون كاع تاعي هنا دوك نوريكم. هنا شوفوا داك الدواره هذيك اللي طيبتها اللي قلت لكم هاي هنا طحنتها هنا وحدها، انا ماني مخلطه معها والو. هنا غادي نحط ريسيبيون ونقول لكم اش ندير، نبدا فيها نديرها في الريسيبيون. هنايا عندي الشيرات هنايا، غادي عندي شويه تاع الروز، الروز هنايا احسن ديروا هذاك اللي مفور الشيرات باش ما يتعجلكمش. شوفوا نتوما على حسب رايكم، هي ميزانكم تبغوا تكثروا الروز، انا ما بغيتش نكثر الروز، تما تاكلي غير الروز. غادي ندير هكا على حسب كيما نقولوا نص كاس هكا ولا يفوت نص كاس تاع الروز، ما كثرش هنايا هكا الروز. عندي هنا شيرات، شوفوا هنايا عندي قزبر والمعدنوس، هنا قزبر راه اكثر من المعدنوس، راني غسلته ومقطعاته خاطش العصبان يبغي القزبر، وزدت له المعدنوس. عندي هنايا حبه طماطيس مطحونه مغطيه، حبه طماطيس حبه. عندي هنا حبه بصله، حبه بصله مندير متوسطه، ولي ضاعف المقادير دي حبه كبيره ولا زوج حبات. عندي ثلاث سنه تاع الثوم. جربوا شيره هذا العصبان والله لا يجي يجي شباب بزاف، تاكلوا حاجه شوفوا الشيره تاكلوا حاجه نقيه تاع الدار. ما لقيتش الدواره 40 ساميل زعما، بصح شوفوا دير لكم سنين تاكلوا ويبقى لكم، وتاكلوا حاجه نقيه مضمونه تاع الدار. والله كون تشوفوا هاد العصبان تاع برا كي يخدموها تعيفوا تعيفوا، انا نقول لكم ديجا شفتوا ديك الريحه، غير حنا نستخفوا ناكلوا. انا بروحي ما ناكلش حتى العصبان تاع برا، كنت ناكل عند واحد فهمتي جديده كي نهبط من جديده نشي هكا ناكل، كان زعما نقيوش صدرو كي عاود وليت له كي دقتها عنده صاي تبدلت الريحه، ريحه بزاف ما نجمهش انا تاع برا. شو تاع الدار تغسليها بالخل وبالملح وتنقيها غايه الغايه وتوديك الريحه تحالا، هما لا غسيل لا والو حنبوك. شوفوا لي زيبيس هنايا، عندي هنا فلفله حمراء، عندي الكركم، عندي الحرور شويه سمك كبير والكمون، عارفوا الدواره وكاع الصوالح يبغوا الكمون هادو، ديروا غير هكا نص مغرف نص مغرف تاع القهوه على حسب الكونتيتي. شوفوا هذا ما كانش شيرات. عندي هنايا الملح، الملح انا تعرفوني انا حساب ذوقي ما تكثروش الملح، انا ديجا طيبتها في الملح، غادي ندير غير شويه تاع الملح معليش وذوقوا نورمال. الملح نقصوا شويه بصح ما تزيدوش كاع لا جات سانطان سانط يداوى كيما قالت. شوفوا شيراتكم تشوفوا هنا ما درتش الزيت، الزيت ما درتش باسكو الشحم وكاع ما تزيدوش الزيت، ما تكثروش الزيت. هذا مكان دوك هذاك لاصو دوك نجيب السن تاعي نفرغ فيه، نخلطها مليح هكا نجيب السن.
هنا الزجيرات نسيت ثاني ما نديرو شويه غير شويه تاع هريسه، اللي ولادها ما يبغوش هريسه ما الحار ما ديرش كيما نقولوا كي تبغي تاكلي ديري في الخبز ولا المطلوع. انا غادي نديرها غادي نديرها في البطبور، ديجا راني موجده ثاني العجنات تاع دوك نحطه. انا درت غير شويه خاطش عندي بنتي ما تبغيش الحار، ما شافتيهش حتى هي كون شافتني تقولي على جسيمي. هنايا مبروك، وهنايا عندي هذاك الشيء هاي لاصوص اللي قلت لكم عليها اللي طابت فيها هذيك كسموها طابت فيها هذيك الدوار. نديرو هنا شويه ونشوفو لا خاصنا نزيد هكا. نديرها في البلاط تاعي تاع الكوشه غير شويه تاع دوار الشيات، شوفوا شحال تجيكم وتجيكم شابه ونقيه وبنينه تاع الدار. تاكلوا حاجه نقيه كما قلت مضغونه كما خيمة تاع برا، كون تشوفوها كما كي خدموها تعيفوا كاع الماكله. الله نزيد هنا شويه تاع لاصوص من الفوق هكا. واللي تبغي كما نقولوا ديجا الروز راني طايبه فيه مستيب، تبغي لاصوص تزيد شويه تاع ماء. انا دوك نغطيها عندي هنا بابي كويسون، شوفوا شياتي تبغيها ناشفه ما تغطيهاش، واللي تبغي فيها شويه تاع لاصوص تغطي هكا. ديجا عندي بابي كويسون زيد شويه بابي كويسون هكا نديرها في الفرن غير هكا نحطوها مع فين بابي داني ما توشاش مع الماكله. ما نقولوش صحي دوك نديرها طيب شيرات وتشوفوا معايا ان شاء الله من بعد واجد مع مع البطبوط اللي غادي نعمرها فيه ان شاء الله. صاي خواتاتي العصبان تاعي راه وجد، شوفوا هنا كي طاب جا ما شاء الله جا خيم تاع برا والريحه تاع شيات ما نقولكمش والله جا روعه مع هذا البطبوط الثاني تكون عمرانه. تبغوا ديروا في الخبز ديروا في الخبز، انا نبغي ندير في المطلوع كيما هكا هذا البطبوط ميني مطلوع مع لي فخيت والهريسه وليمونات ولا هي اللي نورمالمون لي جو. شتي فهمتي حنا كي ناكلوا كل ياكلوا برا الاسباني شي ياكلوه على جي. شوفوا هنا كي جا ما شاء الله جا طايب، دوك نقسم معاكم تشوفوه. نعمر هنا شوفوا هذا المطلوع شيرت بطبوط جا، شوفوا كي يجي شبابك من الداخل خفيف. ان شاء الله حتى شنو ندير لكم الوصفه تاعه ان شاء الله يا ربي. دوك نبدا نعمرها قدامكم هنايا. تبغوا ديروه الحار، انا غادي نبغي حار ونديرو شفنا العصبان كيما هكا. شوفو هنا شيرات العصبان كيجا جا روعة، شيرات روعة روعة. شوفو هنايا ديك لاكولور تاعها كيجا شابة والريحة ما نقولكمش. ديرو شيرات ورجعولي ورجعولي خبرا. شوفو شحال هنايا غي شوية تاع دوارة تاكلي وتوكلي مع شوية تاع بطاطا. هاهي ها العصبان تاع المحلات، شوفو هنا كيجي شيرات هاو ديري وكلي وليداتك. وانا الموجداته هنايا دوك نحطو نفطرو جا شيرات. شوفو ما شاء الله شوفو لاصوص تبغو اللي يبغو هنا. شوف هي نورمالمون فيه لاصوص، شو كي شو تاع برا تاع المحلات فيه ديك لاصوص ما يجيش ناشف. هذه هي الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم الشيرات. والاخت لي كل خطا مسكينه تقول لي دينا الاصبر تاع المحلات دينا درتها لها والله على جالها شقيت شيت الدواره وجدت لها من الصباح راني واقفه معها الشيرات. والله العظيم كنت تشوفوا لي فيديو كي نبداو نصوروا فيهم والتعب اللي فيهم والمصروف اللي فيهم والله لا ما تامنوش. راني ميت راني من الصباح راهي 12 من الصباح من 8 تاع الصباح راهي 12 وانا طيب فيهم وجبت فيهم مع داك المطلوع. وكما قالك الله المستعان. وما تنساوش الشيرات كي تجوا داخلين تتفرجوا فيديو ديروا جيم، هذه هي وتهلاو في رواحكم. واللي بغات كاش حاجه طلبها مني ان شاء الله بربي نديرها لها. وفيديو جاي ان شاء الله، مع السلامه.